اقرأ 46. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وانت ما كنتش موجود جنب الجبل بجانب الطور. كلمة طور يعني جبل، والطور أيضا معناها جبل الطور اللي في سيناء. إذ نادينا، لما نادينا على موسى، دي أخبار أنا أخبرتك بيها، وانت مش مهمتك إنك تكون مع موسى، انت دي مش شغلتك انك كنت تبقى معاه يعني، انت مهمتك ايه؟ انك تكون رحمه من ربك، بانك تنذر العرب في مكه، لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك. يبقى خلي بالك بقى، ربنا بيقول له هو مهمته ايه؟ ولكن رحمه. النبي صلى الله عليه وسلم رحمه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ولكن رحمه، انت رحمه من ربك. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. أنت شغلتك إن أنت رحمة ربنا بعتها عشان تنذر ناس ما جالهمش نذير قبل كده لعلهم يتذكرون. نفس الهدف من إرسال موسى لفرعون في الآية 43، ربنا أرسل فرعون موسى لفرعون لعلهم يتذكرون، وأرسلك أنت كمان يا محمد للناس لعلهم إيه؟ يتذكرون. لعلهم يتذكرون إيه بقى؟ غير الحاجات اللي قلت لكم دي كلها، قوة ربنا وقدرة ربنا كويس جدا، لكن في حاجة تانية، لعل الناس تتذكر العهد الذي بينها وبين الله. وخلوا بالكم بقى معايا عشان الحتة دي مهمة جدا عقائديا جدا. احنا مطلوب مننا اننا نتذكر العهد اللي ربنا اخده علينا قبل ان نوجد في الدنيا. في سورة الاعراف 172 آية مهمة جدا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني إيه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ربنا أخذ الذرية بتاعت بني آدم وهم في عالم الذر، يعني قبل أن نوجد. يعني أنا أرى أن دي رمزية، لأن ربنا زرع في فطرة الإنسان إيه بقى؟ أن ربنا أشهدنا على أنفسنا وأشهدهم على أنفسهم. إذا الإنسان شاهد على نفسه، مزروع جواه فطرته، ألست بربكم؟ إنه له رب. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم قالوا بلى شهدنا، فنحن شهدنا إن ربنا إن الله هو ربنا، ونحن في عالم الذر يعني قبل أن نولد. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أحسن يوم القيامة تقولوا إحنا ما حدش قال لنا الكلام ده. عشان كده القرآن ده بيقول لك لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون العهد الذي بينهم وبين الله. الفطرة السليمة تأبى أن يكون هذا العالم قد جاء بلا موجد، تمام؟ يعني ربنا زرع ده في فطرتنا، والرسل والكتب جاءت فقط لتذكرنا بهذا العهد الذي بيننا وبين الله، العهد اللي موجود جوانا. فهم بيجوا الكتب والرسل، يعني سيدنا محمد والقرآن، سيدنا موسى والتوراة، سيدنا عيسى والإنجيل، سيدنا إبراهيم والصحف بتاعته، سيدنا نوح وكل ده ليه؟ ليوقظونا ويصحونا من غفلتنا، بأنهم يفكرون بالعهد اللي جوانا. النبي والقرآن عليه الصلاة والسلام مش بيخبرون بالله كخبر لأول مرة نسمعه، لا، بيفكرون بشيء موجود في فطرتنا.